في هالفيديو رح نتكلم عن مؤسس أكبر وأشهر لعبة في التاريخ. هذه اللعبة باعت فوق 230 مليون نسخة وجابت مشاهدات على اليوتيوب فوق التريليون مشاهدة، واللي هي لعبة ماينكرافت. رح نتكلم عن قصة مؤسس هاللعبة واللي هو شخص اسمه مارك سبيرسون أو الملقب بنوتش. رح نتكلم كيف صنع اللعبة بوحده ومن وين جت للفكرة وكيف نجح النجاح الباهر وصار ملياردير، ورح نتكلم عن نهايته الحزينة والتعيسة جدا. فيلا خلنا نبدأ بالفيديو. بس قبل أن نبدأ، هذا الفيديو داخل بالجيفوي الشهري على $500. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وفي جيفوي ثاني على 5 لابتوبات جيمينج مقدمة من لينوفو ليجن، وهذا الفيديو برعايتهم. لينوفو عندهم موقع أو مجتمع خاص باللاعبين العرب باسم ليجن كوميونيتي، والآن فتحوا قسم بالموقع خاص باللاعبات البنات باسم هير ليجن. وفي هذا القسم رح يكون فيه عدة فعاليات رهيبة للجيمرز أو اللاعبات البنات، وأدري معظم متابعيني من الشباب، بس لو عندك أخت أو زوجة مهتمة في الألعاب فخبرها على هذا الموقع. وبمناسبة افتتاح هذا القسم، لينوفو مسوين giveaway على 5 لابتوبات جيمينج للجميع، مو بس للبنات، لا للجميع. أي واحد رح يروح ويسجل بالموقع الآن من الرابط اللي موجود بالوصف رح يدخل بفرصة الفوز على 5 لابتوبات جيمينج. السحب على جزء من اللابتوبات رح يكون في تاريخ 17/1 في بث مباشر على الموقع، وأدري عدد كبير منكم قاعد يشوف الفيديو بعد تاريخ 17/1، بس عادي روح سجل بالموقع رح تدخل بفرصة الفوز على الجزء الثاني من اللابتوبات. فيلا عبوا بياناتكم بالرابط اللي بالوصف عشان تدخلوا بفرصة الفوز على 5 لابتوبات جيمينج. مؤسس لعبة ماينكرافت اللي اسمه مارك سبيرسون أو الملقب بنوتش هو من السويد، ومن هو وصغير من وقت ما كان عمره 8 سنوات كان عنده هواية البروغرامينج أو البرمجة، وكان يحب ألعاب الفيديو مثل أي ولد بهالعمر، لدرجة أنه اتكلم مع المشرف اللي عنده في المدرسة وقال له أنه لما أكبر أبي أشتغل في صناعة الألعاب وأبي أصنع لعبة. راح رد عليه المشرف وقال له أنه هذا خيار سيء وعلى الأكثر ما راح يصير. I kind of always knew that I wanted to make games, and I said so in school to my like career counselor thing, and she said, "Oh, well, that's probably not going to happen." فنوتش تأثر شوي بهالكلام، فلما كبر وصار وقت انه يختار تخصص جامعي، ما اختار تخصص صناعة الألعاب، لا اختار تخصص البرمجة والبروغرامينج، وتخرج من الجامعة وصار يشتغل وظيفة مبرمج بشركة صغيرة في السويد. وأكثر لعبتين كان يحبهم نوتش ويلعبهم دائما لعبة اسمها دوارف فورتريس، واللي هي عبارة عن بناء مكعبات بمنظر 2D مثل ما شايفينها قدامكم، ولعبة ثانية باسم انفوماينر. هاللعبة من شكل تحسها انها ماينكرافت، بس لا هي فقط شكليا تشبه ماينكرافت، بس مبدأ اللعبة غير كليا. ففي عام 2009 نوتش كان قاعد يشتغل بشركته بشغل الطبيعي، وخطر في باله انه يشتغل على لعبة فيديو بوقت فراغه، واللعبة اللي اجت في باله كانت عبارة عن خليط بين هاللعبتين. وفعلا بدأ بالشغل على هاللعبة بوقت فراغه، وخلال شهرين كانت اللعبة جاهزة، واللي هي اول نسخة للعبة ماينكرافت اللي نعرفها حالياً. وقرر ينشر اللعبة على الانترنت عشان يحملوها الناس ويجربوها، وهذا أحد أول فيديوهات للعبة ماينكرافت. Hey guys, once again just showing you something that I've been playing around with lately. What I'm playing with is a little Java applet called Minecraft. It's a work in progress, so not all the features in it are fully implemented yet. But it's still fun to play with. اللعبة في البداية كانت جدا بسيطة، ما في عداد للهيلث أو الحياة، ما في لافا أو براكين، ما في كهوف، ما في كريبر، ما في زومبي، كانت عبارة عن لعبة بناء، إنك تروح تكسر أحجار، تجمع موارد وتبني شوية مكعبات أو تبني بيت، فقط، ما كان فيها أي شيء غير كذا. بس نوتش كان كل شوي حدث اللعبة وكل فترة يضيف أشياء جديدة بشكل سريع، وقرر بعدها إنه يطلب فلوس على اللعبة أو يبيعها، لأنه
البداية كانت مجانا، بس كان يبيعها بسعر $13، وعلى وقتها كان سعر الألعاب الطبيعي $60، فكان سعر جدا بسيط. وبعد سنة واحدة بعام 2010 نوتش باع أكثر من 1,000,000 نسخة للعبة ماينكرافت وصار مليونير. وبعد سنة بعام 2011 نوتش لاحظ أنه أعداد اللاعبين عم يزداد بشكل جدا سريع، وخلاص ما رح يقدر هو لوحده أنه يدير لعبة ماينكرافت، فقرر أنه ينشئ شركة اللي هي شركة موجانج، ودخل معاه عدة مطورين وناس يفهموا بالألعاب عشان يساعدوه بإدارة ماينكرافت. وبعد هالقرار اللعبة فجرت الدنيا، انشهرت بشكل جدا كبير، صار في عدة مواقع منتديات كلها عن لعبة ماينكرافت. اللعبة نفسها صار فيها آلاف السيرفرات، واليوتيوب صار في غزو كامل من لعبة ماينكرافت. في عدة يوتيوبر فتحوا قنواتهم بس عشان يغطوا لعبة ماينكرافت. بعام 2011 اللعبة اكتسبت شهرة جدا كبيرة بدون لا يدفعوا ولا دولار واحد على التسويق أو الإعلانات. لا، اللاعب اللاعبين نفسهم من كتر ما كانوا متحمسين ويحبوا اللعبة، هم كانوا يسوقوا اللعبة، يخبروا عليها أصحابهم، يعملوا عنها فيديوهات على اليوتيوب، فانشهرت بدون لا يدفعوا الشركة نفسهم ولا شيء على التسويق. يا جملي تفل علي، لا قاعد يتفل علي، لا موت 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 موت، لا لا. طيب ايش سبب هالشيء؟ بعام 2010-2011 كان في العاب جدا قوية، كان في لعبة Call of Duty Black Ops 1 احد افضل الالعاب بالنسبة الي، كان في لعبة Battlefield, God of War 3, Red Dead Redemption الجزء الاول، كل هالالعاب القوية كانت موجودة بهذاك الوقت. ليش الناس تركيزهم كله راح على لعبة مكعبات بجرافيك PlayStation 1؟ والجواب بسيط، انه فكرة اللعبة كانت جديدة وما في اي لعبة تشبهها، والفكرة هي انك انت بعالم ما لا نهاية، فينك قاعد تكتشف وتجمع لوت وتبني اي شيء يخطر في بالك في هذا العالم. على هذاك الوقت ما كان في ولا لعبه بهالفكره. والسبب الثاني انه اللعبه كانت جدا خفيفه، باقي الالعاب اللي ذكرتها تحتاج بلاي ستيشن او اكس بوكس او بي سي خاص للجيمينج، يعني مو اي لابتوب او بي سي بيشغلهم، بينما ماينكرافت كل اللي تحتاجها اي كمبيوتر وراح يشغلها. حرفيا لو رحت على كمبيوتر اللي في المدرسه اللي تحصله في المكتبه راح يشغل لك ماينكرافت بافضل اعدادات. وعلى نهايه عام 2011 أعداد اللاعبين تضاعف 4 مرات، أعداد لاعبين ماينكرافت تجاوز 4 ملايين ومعظمهم في أمريكا. فقرروا الشركة أو نوتش إنهم يعملوا مؤتمر أو معرض خاص بلاعبين ماينكرافت، وسووه فعلا بأمريكا وكان اسمه ماينكون. وفي المؤتمر نوتش طلع على المسرح وأعلن رسميا إنه لعبة ماينكرافت راح تطلع من مرحلة البيتا إلى مرحلة اللعبة الكاملة. But now, for the moment you have all been waiting for, Notch is going to officially release Minecraft. واللي ما يعرف الفرق بين مرحلة البيتا ومرحلة اللعبة الكاملة، فبكل اختصار معظم شركات الألعاب لما ينزلوا لعبتهم لأول مرة بينزلوها بنسخة البيتا اللي هي النسخة التجريبية. بهالنسخة بيجربوا اللعبة، بيسألوا اللاعبين انه شو رأيكم، عطونا اذا بدكم نغير اي شيء، فبيضلوا يغيروا ويضبطوا باللعبة. فلما اللعبة تتنقل من مرحلة بيتا الى المرحلة الكاملة معناها خلاص اتخذوا القرار وهذه اللعبة الكاملة بدون اي تغييرات جذرية. فلما اعلن النوتش انه اللعبة طلعت من مرحلة البيتا معناها خلاص اللعبة صارت جاهزة بالكامل. وبعد سنة بعام 2012 اللعبة باعت فوق 9 ملايين نسخة، وتم اطلاقها على جهاز الاكس بوكس 360 وعلى الموبايلات. وبعد سنة بعام 2013 اللعبة نزلت على البلاي ستيشن 3 ومبيعاتها تجاوزت 33 مليون نسخة، رقم جبار. وفلوس او ثروة مارك سبيرسون او نوتش مؤسس لعبة ماينكرافت تجاوز وزت 100 مليون دولار، يعني ما صار مليونير وخلاص، لا صار ملتي مليونير. وفوق كذا اعداد متابعين على تويتر تجاوز 1,000,000 متابع، ووقتها بعام 2013 مليون متابع على تويتر كان رقم جدا كبير. ونوتش كان جدا محبوب من المجتمع ومن لاعبين ماينكرافت، وكانوا يشوفوه كقدوة لهم، وكانوا يشوفوه كأنه شيء جدا عظيم، لدرجة انه في احد الاشخاص سوى تمثال بلعبة ماينكرافت بالكامل
على شكل أو وجه مارك سبيرسون أو نوتش وحمل فيديو على اليوتيوب وجاب فوق ال 17 مليون مشاهدة، فكان جدا محبوب. بعام 2014 أي بعد سنة، مبيعات اللعبة تجاوزت ال 54 مليون نسخة، وأرباح شركة موجينج اللي أسسها نوتش تجاوزت المليار دولار. بس على وقتها الشركة كانت جدا كبيرة وفيها عدة ناس وفي مستثمرين وأسهم وكذا، فالمليار دولار ما كانت لنوتش، لا كانت للشركة، بس أخذ حصة كويسة منها. ومن وراء كل الكلام اللي قلته، أظن معظمكم الآن مفكر أنه مارك سبيرسون أو نوتش عايش أحلى أيام حياته بعد هالنجاح الكبير، صح؟ لا، الجواب لا. الألعاب بشكل عام دائما فيها مشاكل، مستحيل تلاقي ولا لعبة نزلت بدون أي مشاكل أو أخطاء، وماينكرافت مثلها مثل أي لعبة ثانية، كان فيها مشاكل، أخطاء، جلتشات، أحيانا السيرفرات ما تشتغل، وهذا شيء طبيعي وموجود في أي لعبة موجودة في العالم. بس الغير طبيعي أنه كل الألعاب الكبيرة لما يكون فيها مشاكل اللاعبين بيوجهوا غضبهم أو بيسبوا شركات اللعبة. يعني مثلا فيفا لما يكون فيها مشاكل لاعبين بيسبوا او بيعصبوا من EA، Call of Duty من Activision، وهكذا. بينما ماينكرافت الناس مزروع بعقلهم انه نوتش او مارك سبيرسون هو المسؤول عن ماينكرافت، مع انه خلاص صار في شركة فيها مئات الموظفين، حتى نوتش نفسه ما صار هو المسؤول اول عن لعبة ماينكرافت، لا عين صديقة اللي هو جينس بيرنغستون خلاه هو المسؤول عن لعبة ماينكرافت. بس مع كذا ما في فائدة، الناس عندهم انه نوتش هو مؤسس ماينكرافت. فلما يكون في اي مشاكل في اللعبة من أخطاء، جلتشات، لاج أو أي مشاكل ثانية، دائما بيجي هجوم وسب على نوتش بشكل مباشر. بس يكتب أي تغريدة على تويتر حتى لو ما لها علاقة في ماينكرافت، كل الردود بتكون صلح لعبتك، صلح المشكلة هذه، صلح المدري إيش. فكان كابوس بالنسبة له. It's very stressful. It really got to me. But people still get very upset with like me personally. And just figured like I don't know if I want to put up with this anymore. ونوتش خلاص استاء جدا من الوضع وبطل قدر يستحمل أكثر من كذا. فبنفس السنة بعام 2014 كتب تغريدة على تويتر قال فيها: هل في حد وده يشتري شركة موجانج أو لعبة ماينكرافت من عندي؟ لأنه خلاص يعني كل ما أحاول أسوي شيء كويس الناس يسبوني ويكرهوني من وراه. بس قال بعدين في مقابلة إنه هالتغريدة كانت مزح، أو مو مزح، كانت عبارة عن فضفضة بس ما هو كلام جدي. So you just tweeted kind of jokingly like you. Who wants to buy the company? بس في شركة أو شخص ما أخذ تغريدة نوتش على محمل المزح، لا أخذوها على محمل الجد، والشخص هو بيل غيتس أو شركته مايكروسوفت. بعد يوم واحد من التغريدة تواصلوا مع نوتش وقالوا له: مستعدين نشتري منك ماينكرافت وشركتك بالكامل بمليارين ونص دولار. نوتش كان متردد في البداية هل يبيع أو لا، من جهة هذه لعبته اللي يحبوها ملايين الناس وشقى عمره، ومن الجهة الثانية مبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار، مبلغ جدا ضخم وما ينرفض أبدا. وفعلا نوتش ما قدر يقاوم المبلغ وباع ماينكرافت وشركته بالكامل إلى مايكروسوفت وبيل غيتس بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار. ونوتش بس استلم المبلغ صار من أغنى 2000 شخص في العالم كله، وقال بعدين بأحد المقابلات إنه ما باع اللعبة عشان الفلوس، لا بل باعها عشان يحافظ على صحته النفسية والعقلية، لأنه ماينكرافت كانت عم تسبب له ضغط بشكل جدا كبير. بس بعد شهرين من بيع على ماينكرافت اشترى قصر في منطقة بافري هيلز بلوس أنجلوس في أمريكا. هذه المنطقة ما بيسكنوا فيها إلا المغنيين ومم ممثلين هوليوود يعني الأغنياء. اشترى قصر هناك بقيمة 70 مليون دولار، وصار يعيش نمط حياة الأثرياء على أكمل وجه. كل أسبوع كان يسوي حفلة بالقصر عنده يعزم فيها أشهر المشاهير والمغنيين واليوتيوبرز بلوس أنجلوس، وكان معروف إنه حفلاته أضخم شيء في المدينة كلها. Crazy parties like every Friday. You should at least be self-aware of what he's doing. He's known. I mean, people know him in LA and the partying scene. As the crazy Beverly Hills party guy. Lots of illicit drugs, lots of drinking. واللي يتابع منكم الأفلام الأمريكية يعرف الحفلات هذه إيش يصير فيها. فصار أسبوعيا يعمل حفلات بقصرة وما يطلع إلا مع أشهر الممثلين والممثلات. بس بعد فترة جدا قليلة من نمط الحياة هذه، نوتش صار يكتب على تويتر إنه مكتئب وإن حياة المليارديرية صعبة،
ما هي سهلة. And the man behind Minecraft, the online game, broadcast his stress on Twitter. Marcus Persson wanted the world to know that it's just really hard being a billionaire. وصار يكتب عدة تغريدات بعدها تدل إنه مكتئب. في واحدة منهم كتب إنه لما تحصل على كل شيء تحتاجه في الحياة رح يبطل عندك هدف إنك تستمر، ورح تصير العلاقات بينك وبين باقي الناس جدا صعبة. وفي تغريدة ثانية كتب إنه موجود في مدينة أبيزا واللي هي مدينة معروفة بالحفلات، موجود في المدينة مع عدة أصدقاء وناس مشاهير ومقضينها حفلات، بس مع كذا شاعر إنه وحيد وما في حد حوله. وفي تغريدة ثانية كتب لما بعت الشركة تأكدت أنه جميع الموظفين يتم الاعتناء فيهم والآن كلهم بيكرهوني. وفوق هذا كله زوجته طلبت منه الطلاق لأنه ما عجبها نمط حياته الجديد، وفعلا طلق. وبعد فترة تزوج زميلته كانت تشتغل معها على ماينكرافت، ضل معها أقل من 10 أشهر وهي كمان طلبت الطلاق. وبعد تغريدات الكآبة هذه كلها بسنة صار يغرد ويكتب على تويتر ببعض المواضيع الحساسة. مثلا صار يكتب تغريدات يهاجم فيها جماعات النساء أو الفيمينيزم في أمريكا، بعدين صار يكتب تغريدات يهاجم فيها جماعات المثليين أو الشواذ، وعدة تغريدات ثانية. طبعا نحن كعرب ومسلمين مو شايفين في أي شيء غلط في كلامه، بس برا في الغرب هالكلام عندهم يا يعتبر كفر، بالذات عند الشركات الكبيرة نفس شركة مايكروسوفت. مايكروسوفت بس شافت تغريداته راحوا حذفوا اسمه من لعبة ماينكرافت بالكامل. كان دائما لما تدخل على لعبة ماينكرافت يطلع لك اسم نوتش بالقائمة، حذفوا اسمه من القائمة وحذفوا أي ذكر لاسمه في اللعبة بالكامل. اللعبة اللي هو اشتغل عليها وصنعها من الصفر حاليا اسمه مو مذكور فيها أبدا. ويقدروا يعملوا كذا لأنهم خلاص اشتروا اللعبة منه بالكامل، ففيهم يتحكموا فيها على راحتهم. وفوق كذا في عام 2019 صار حفل الذكرى العاشرة للعبة ماينكرافت، لأنه نوتش أسس اللعبة عام 2009 فمر عليها 10 سنوات، فعملوا حفل خاص بالاحتفال على مرور 10 سنوات على اللعبة، وما عزموا نوتش على الحفل. يعني الحفل إله، هو اللي أسس اللعبة من 10 سنوات ولم يتم دعوته للحفل. وحاليا بعام 2023 لو بتشيكوا على حساب نوتش على تويتر او اي وسائل تواصل اجتماعي راح تلاقوه ما بيتكلم عن ماينكرافت ابدا، خلاص اللعبة نسيها من زمان، صارت خارج اهتماماته بالكامل. فهذه قصة نوتش مؤسس ماينكرافت، شخص كان عنده هواية البروغرامينج والبرمجة من هو وصغير، من هو وعمره 8 سنوات، استعمل هذه الهواية في المستقبل بوقت فراغه عشان يصنع لعبة بسيطة، واللعبة البسيطة هذه كبرت لتصير أضخم لعبة في تاريخ البشرية، لعبة ماينكرافت، وحقق نجاح كبير منها وصار ملياردير. ومن وقتها صارت حياته كئيبة وبطل عنده هدف بالحياة. وفي هالقصة في عبرة وصراحة شايفها جدا مهمة، واللي هي إن مهما الواحد صار عنده فلوس في هالدنيا ما رح يلاقي السعادة طالما عايش حياته بعيد عن الدين وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذا اللي سواه نوتش، أول ما صار ملياردير صار يعيش حياته كلها بالحرام، حفلات وشرب وأشياء ثانية ما أقدر أذكرها بهالفيديو. وشو أدى هذا الشيء كله؟ أدى إنه حياته صارت كئيبة وتعيسة أكثر من قبل بألف مرة. فيا شباب هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات لو ودكم أسوي فيديوهات أكثر كذا إنه أشرح قصة معينة بهالأسلوب. إذا عجبتكم أتمنى تكتبونا بالتعليقات. وبس كان معكم شاركيال أو شاركيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.